هتكلم على موضوع بقى مش جراس، موضوع تاني خالص اللي هو موضوع المال نوتريشن. وهو فعلا المال نوتريشن هنشوف مع بعض هو سايلنت ايمرجنسي ولا اخباره ايه. قبل ما اقول المال نوتريشن هناخد خطوة لورا كده شوية، وده مهمة جدا كلنا نبقى عارفينها، هي تعريف النوتريشن اللي دايما ببقى مصر في كل مرة اقوله عشان نحفظه زي اسمنا. ايه تعريف النوتريشن؟ تعريفها is the provision، لازم اقدم all indispensable nutrients، المواد التي لا غنى للجسم عنها، وشرط ان هي تكون inadequate amount، لا تزيد تعمل لي مشكلة ولا تقل تعمل لي مشكلة. وايه الغرض من عملية النوتريشن؟ to ensure the proper growth and to maintain various body functions. طب ايه هي الانسنسبل نيوتريانس؟ ايه المواد التي لا غنى للجسم عنها؟ قسموها اسمين، يا اما ماكرو نيوتريانس يا اما مايكرو نيوتريانس. ماكرو نيوتريانس بروتينز وليبيدز وكربوهيدرات، وهي اللي مسؤولة عن الجروث والتيشو فورميشن. Micronutrients, vitamins, minerals and trace elements، وهي اللي مسؤولة عن ان المنظومة تشتغل، هي المسؤولة عن الميتابوليزم، بجانب حاجتين مهمين جدا اسمهم non-nutritive nutrients، يعني هم ما فيهمش zero calories zero vitamins. عشان اقول non-nutritive يبقى لازم يكون عندي zero calories zero vitamins، لكن في غاية الاهمية لحياة الانسان اللي هم dietary fibers والwater. طيب اي اختلاف عن التعريف اللي انا عرفته، اي اختلاف عن كلمة adequate amounts، ابو اروح اتنقلت من proper nutrition الى المال nutrition. فايه تعريف المال nutrition؟ زي ما قالت عليه WHO كده، اللي هو deficiency or excess. يعني الولد اللي جلد على عظم ده اللي صعبان علينا ومنظره يصعب على الكافر، ده مال nutrition، بس الخدين اللي طالعين برا الصورة دول element برضو of malnutrition، لان الobesity malnutrition والunder nutrition والمرازمس والكواشيركور element of malnutrition. فاي deficiency او excess في هذه الانرجي او المايكرونيوتريانس اللي وصل هذا الشخص تعتبر an element of malnutrition. وجات الـ WHO قسمتهم لتلات اقسام، قسمت malnutrition القسم الاولاني under nutrition، وهو ده اللي هتكلم عنه، ينقسم الى تلات حاجات: wasting يعني رفيع وطوله سليم، stunted يعني قصير بس وزنه مش باين على شكله انه عنده malnutrition، او يجتمع الاثنين يكون رفيع وقصير يبقى ده ساعتها اسمه underweight، يبقى ده كله undernutrition. الكاتيجوري التانية micronutrient deficiency، واللي سموها بين قوسين ودايما الدكتورة ياسمين تقول لنا عليها the hidden hunger. ليه hidden hunger؟ لان هي عمالة تخرب في جسمه من جوه من غير ما يبان لي علامات عليه في النوتريشن، ما يصعبش عليا انه جلد على عظم زي الولد التاني. الحاجة التالتة اللي اتكلمنا عنها الدكتورة نيرلي ان شاء الله باستفاضة ونسعد بالمحاضرة بتاعتها، اللي هي الأوفر نوتريشن أو الأوبيسيتي، اللي هي بتؤدي لكل مشاكل النون كوميونيكابل ديزيزز وكل مشاكل الأوبيسيتي اللي موجودة في مصر. يبقى أنا المين تارجت بتاعي النهاردة الأندر نوتريشن. إيه تعريف الأندر نوتريشن؟ قال لي هو كاميلوتيف ديفيشنسي في الإنرجي والبروتين، واللي طبيعي هيكون معهم element of micronutrient deficiency، وفي الاخر هتديني negative effect على الجروس والديفولوبمنت، وهتأثر على الاوتكم بتاع هذا الشخص سواء كان في المنتاليتي او الموربيديتي او المورتاليتي بتاعت هذا الشخص. موضوع الاندر نيوتريشن اللي ممكن يكون illness related، يعني بسبب وجود مرض، واحد عنده congenital heart disease، واحد عنده congenital malformation، يبقى ده illness related. illness related هو نفسه اللي اسمه secondary to disease موجود عنده، هو اللي نفسه اسمه organic عشان في disease موجود عندي، هو نفسه اسمه endogenous بسبب ان في حاجة موجودة هي اللي مأثرة لي على nutritional status. يا اما non-illness related اللي اسمه primary، وده due to food deficiency اللي واصل لهذا الشخص ايا كان سبب هذا الموضوع، او اسمه non-organic او non-illness related زي ما هو. وممكن يجتمعوا الحاجتين مع بعض يبقى نون إلنس وإلنس ريليتد، بحيث ان ولد تعب شوية جاله جاسترونترايس جاله هواتفر يبقى ده إلنس ريليتد، جات امه راحت معيشة على عصير على طول بعد كده، يبقى ده اجتمع السببين أورجانيك أند إن أورجانيك. امتى اقول على المال نوتريشن او الاندر نوتريشن؟ كلمة مال نوتريشن عامة لما تطلق على علتها كده يقصد بها الاندر نوتريشن. امتى اقول اكيوت؟ لو اقل من كام؟ 3 شهور. زي ما بقول اكيوت ده اقل من 15 يوم، اكيوت مال نوتريشن اقل من 3 شهور. زادت عن الثلاث شهور يبقى اسمه كرونيك مال نوتريشن. الولد ده الغلبان جاله نيمونيا، جاله جاسترونترايتس، جاله هو تيفر كان،
عي جاله تيوبركلوزس في الاول، جاله كانسر لسه في اول 3 شهور، هبص الاقي الولد ده خس لكن طوله سليم. خس وطوله سليم اسمه ويستنج. ايه البارامتر اللي بقيس بيه الاكيوت مال نيوتريشن؟ ايه احسن بارامتر؟ ديكريز ويت فور هايت. يبقى لما يقل الوزن لكن الطول سليم، ودايما طالما قلت ويت فور هايت يبقى انا اقصد كرجل تعلمت نيوتريشن ان الهايت بتاعي سليم، وده الاكيوت فورم اوف مال نيوتريشن ديكريزنج ويت فور هايت. نيجي للنوعين التانيين اللي هم الكرونيك. اي حاجه تاثر على الطول ايكوال ان الموضوع كرونيك. يا اما قصير بس مش باين عليه علامات مال نيوتريشن، وده الكارثه عندنا في مصر واللي بتكافحه الدوله اللي اسمه التقزم، لان هو مش هيكتشفه غير لما حضرتك تقيسه، مش باين عليه اي علامات في الوزن. فلو هو قصير ديكريز هايت فور ايج من غير اي علامه باينه عليه يبقى ده اسمه ستانتد. طب جه الراجل التاني اللي هو عنده توبركلوزس او كانسر والموضوع طول معاه، بعد فتره قسته بعد 6 شهور بعد سنه هلاقي الطول غير مناسب والوزن غير مناسب، يبقى الاثنين تاثروا، يبقى ده ساعتها اسمه اندر ويت. يبقى نرجع لهم تاني، اكيوت ديكريزنج ويت فور هايت، يبقى الويت تاثر والهايت سليم. كورونيك حاجه من اثنين، يا اما قصير ووزنه كويس اسمه ستانتد، يا اما قصير ورفيع يبقى اسمه اندر ويت. الاولاني بستخدم له الويت تو هايت شارتس اللي قال عليها الدكتور وائل، الثاني الستاندرد بستخدم له الهايت فور ايج لكن الويت فور ايج هلاقيه سليم بالنسبه له، الثالث هلاقي الويت فور ايج والهايت فور ايج الاثنين متاثرين، وبالتالي بستخدم التو شارتس عشان اعرف. وطبعا اول ما اقول كورونيك تعرف على طول ان انا لعبت في المينتال فانكشن او الكوجنيتيف فانكشن اوف ذا برين اللي هي تشمل الميموري والليرنينج والبرسبشن والريزونينج، مجموعه من الاسباب هتاثر لي على المينتاليتي بتاعت هذا الشخص فيما بعد. ويستنج بقول عليه لو هو اقل من ماينس 1 ذات سكور، والدكتور وائل استفاض في هذا الموضوع. سيفير ويستنج اقل من ماينس 3 ذات سكور، لكن الطول ما بقولش ان ستانتد غير لو وصل ماينس 2، يعني ماينس 1 مش موجود عندي في الطول خالص. سيفير ستانتنج لو اقل من ماينس 3، يبقى لازم اخلي بالي في الحاجتين. طب الموضوع اللي بتحكي عنه ده يا دكتور، والدكتور وائل ملك المؤتمرات في الشرق الاوسط والوطن العربي جايب يعمل ورك شوب، از ات كومون؟ هو موضوع شهير للدرجه دي؟ قال لي بص حضرتك الدبليو اتش او بتقول لك ملايين على مستوى 149 مليون ستانتد، 50 مليون ويست، 50 مليون اوبيس، يبقى ملايين من الناس. طب كومن عندنا في مصر؟ تبص اخر احصائيه اتعملت حوالي 40% من الاطفال في مصر للاسف عندهم اليمنت اوف كرونيك مال نيوتريشن. وتيجي تشوف التشارت المرعب ده اللي طلعته اللانست اللي بيقول لي لحد يومنا هذا 53% من اللي بيموتوا تحت سن 5 سنين سببهم الاندرلاينج اندر نيوتريشن. النيمونيا هي الفيرست كيلر اندر 5 years، لكن 3/4 اللي بيموتوا من النيمونيا بسبب ان ما بيتغذاش كويس وحضرتك حاجزه او هو في البيت، 3/4 اللي بيموتوا من الدايريه بسبب الاسوشيتد مال نيوتريشن، نص اللي بيموتوا في الحضانات بسبب ماتيرنال مال نيوتريشن ديورنج بريجننسي والام عايشه على الكاراتيه والشيبسي والنايتي، او بسبب ان حضرتك دخلته في الحضانه عزقته انتي بايوتيك وشويه محاليل ونسيت تماما موضوع التي بي ان وموضوع النيوتريشن. لحد يومنا هذا 7 مليون طفل بيموتوا كل سنه بسبب عدم اهتمامنا ببند النيوتريشن. واللي شغال في حضانات وشوفوا ليه بيموتوا، كم كومبليكيشنز رهيب، سيفير تشست انفكشن، سيفير جاسترونترايتس، هايبوثيرميا، هايبوغلايسيميا، دي هايدريشن، كلها سكاكين عماله تخبط في هذا الشخص، لازم تنتهي بهاي ريت اوف مورتاليتي. تيجي تقول طب يمكن الامهات مهملين، جت الاسبن نفسها تقول لك خلي بالك ان اب تو 50% من العيال اللي في الاي سي يو اللي تحت عين الدكتور 50% بيحصل لهم للاسف مال نوتريشن، وده بيأثر على الموربيديتي والمورتاليتي بتاعت العيانين دول. طب انا لو حضرت هذا الورك شوب، لو استفدت من هذا الورك شوب، قال لي تخيل لو انت عرفت النهارده ازاي تو مانج المودريت والسيفير مال نوتريشن، هتنقذ حوالي 1,000,000 روح تنقذها سنويا بسبب ان انت تعلمت هذا الموضوع. واللي شغال في حضانه شوف يقول لك دي نسبه المورتاليتي اللي بالاحمر وقد ايه تقدر تشيل منها الكولون اللي بالاخضر.
فقال لي شوف تخيل لو دخلت بالبروبر نيوتريشن في الاسفيكسيا في الكونجنيتال مالفورميشن في نيونيثال نيمونيا تقدر تنقذ اب تو 90% من العيال اللي في الحضانة جاست انك انت تحط في دماغك ان النيوتريشن ده كورنر ستون في التريتمنت. وتيجي للعيال اللي شكلهم شبه طبيعي ما فيش مش باين على الواد اي مشاكل، كل مشكلته ان تحت السرد برسنتايل، كل مشكلته ان ده قصير، كل مشكلته ان البلد بتصرف 85 مليار عشان تكافح التقزم. ليه المصاريف دي كلها؟ قال لي لان القصر ده هو الناتشيل، هو الكفر اللي بره اللي بيخبي تحته 4 أضعاف المورتاليتي بتاعت الطفل الطبيعي، اللي بيخبي تحته 11 نقطة من الاي كيو هتطير من هذا البني ادم ولن تعود، اللي بيخبي تحته ان 25% من دخل هذا الشخص لما يبقى اضل مش هيعرف يجيبه، وبالتالي هينعكس على دخل الدولة كاملة، لان كل ده هيتأثر. perception, reasoning, learning, memory، كل الاي كيو بتاع هذا الشخص هيتدمر بسبب ان انت حضرتك عايشته على الكاراتيه والشيبسي، ما خدتش بالك لما يدخل العيادة انك تقيس طول هذا الشخص واختفيت ان الخدين بتوعه حلوين وان شكله كويس وان امه مش بتشتكي من هذا الموضوع. وطبعا دي المصاريف اللي بتصرف على موضوع مكافحة التقزم. الريفيو ده جميل جدا، بيقول لحضرتك بدأ يعدل شوية لم جميع التعريفات القديمة، وقال لك طب ما ده بدل ما تسيبه يموت من المال نوتريشن ما شوف لي مرحلة بدري ألقط فيها الولد شوية، ما شوف لي حاجة أبدأ ألقطه قبل ما يدهول مني. فطلع الترم اللي هتحكي لنا عنه الدكتورة ياسمين اللي هو الفولترين جروس والفيلير تو سرايف. وجي في وقت قال لك لا، هو الفيلير تو سرايف هو نفسه الجروس فولترين، بس عشان ما تقولش للأم انك فاشلة وتبخ في وشها قدام جوزها وممكن تتطلق فانت قول لها ان في لعب في النمو. قال لك لا تتطلق يا سيدي ما فيش مشكلة ما تخربش الدنيا. فراحوا مغيرين فصلوا التعريفين. جروس فولترينج قال لك اي خلل في نمو هذا الطفل اسمه جروس فولترينج. طب لو الطفل وصل بيه انه وقع تحت السيرد برسنتايل، او لو انت بتفحصه على التشارتس اللي شرحها الدكتور وائل دي راح قطع لك خطين كبار من البرسنتايل زي كده، كان ماشي على 50 قطع 25 قطع 10، قطع خطين من الكبار، لا حضرتك قول لها انك فاشله ويبقى اسمه الفيلير تو سرايف. وزي ما قلنا جروس فولترنج اورجانيك يعني اسوشيتد ويز ديزيز، نون اورجانيك ما فيش ديزيز. الفتره الوحيده اللي مسموح بيها بالفولترنج جروس هي النيونيت في اول اسبوعين، لكن يفقد 10% ويستعدهم خلال اسبوعين ماكسيمم 3 أسابيع. لو نقص اكتر من 10% ولو طول اكتر من 3 أسابيع ما رجعش لوزنه الطبيعي يبقى ده ريد فلاج، لازم حضرتك تدور على الحاجة الموجودة. اسباب زي ما حضراتكم قلنا، اسباب تتعلق inadequate breastfeeding، wrong concepts about feeding، ام حاطة في دماغها الحلبة واليانسون، مجاعة وحرب زي اللي حصل في اوكرانيا، او حاجة organic او endogenous ان في ديزيز كليفت لب كليفت بالات كونجنتال هارت ديزيز تيوبركلوزس بايلوريك ستينوزس، اي مرض تسبب لان يحصل هذا المالنيوتريشن. للطفل عرضه اكتر من الكبير عشان الفيري رابيد ريت اوف جروس زي ما حضراتكم شايفين كيرف النمو، وزي ما استاذنا الدكتور ايهاب ورانا كيرف الجروس طالع زي الطلقه، جنرال جروس زي الطلقه، برين جروس زي الطلقه، بون جروس زي الطلقه في اول ايام من العمر، اللي هي لو الطفل تعرض لأي ديفيشنسي هيؤدي على طول إلى مال نوتريشن في وقت أن الطفل محتاج أضعاف اللي محتاجه الأضل. تبص احتياجات الطفل واحتياجات الأضل في كل حاجة، الطفل محتاج كميات نوتريشن أضعاف الأضل عشان يقدر يجين هذا الويت. والبريست ميلك غلبان هيديله احتياجاته لحد 5 شهور، لكن بعد 5 مش هيقدر يوفي بهذه الاحتياجات سواء كانت من الماكرو أو المايكرو نوتريانس. وفي نفس الوقت الاستومك صغيرة، فانت لازم تبقى عينك على كل نقطة بتدخل ان هي لازم تبقى صحيحة ورايحة للتارجت بتاعها بتاع النوتريشن. ازاي اشخص؟ كله اتقال طبعا لازم اخد فول ميديكال هيستوري، هل الولد ده اتولد بريتير، ما عنده كونجينيتال مالفورميشنز، عنده هيدن ديزيز سيستيك فايبروزس او واتفر. وبعدين اخد نيوتريشن فوكس ميديكال هيستوري، افصص النيوتريشن بتاع هذا الولد، بعد كده اعمل له اكزامينيشن هل في علامات مال نيوتريشن ظهرت عليه او في اندرلاينج ديزيز موجود هو اللي تسبب، اقيس الانثروبومتري لو عندي بودي كومبوزيشن بعمله فوق سن 3 سنين،
اخر حاجة بلجأ لها اللاب ماركرز واللي ما بحبش ده منظر فود فريكوانسي كوشنير. انا عايز حضراتكم تبقوا عارفينه بس ان الطفل الكبير بشوفه بياكل الحاجة كم مرة في اليوم. لكن دي اللي تهمني ونفسي تصوروها ان عندي حاجة اسمها فيدنج اوبزرفيشن تشيك ليست. لازم تشوف الام بتحضر الرضعة ازاي، لازم تشوف الام بترضعه بريست فيدنج ازاي، هل الولد بيشرق في الرضعة ولا لا، هل بيشرق وهي بتديله الاكل ولا ما بيشرقش، الولد وهو بياكل هل هو بيكي ايتر، عنده نيوفوبيا خايف من الحاجات الجديدة، عنده جاجنج اول ما يشوف الاكل يفضل يعمل حركة الجاجنج. تشوف الانفايرومنت، هل الام لازم تشغل الموبايل والتلفزيون عشان ياكل، هل الام ماسكة الشبشب وقاعدة والله لو ما بلعت زي الست اللي ساكنة تحتي انا في الحداشر وهي في الدور التاني، وكل ما تأكل بنتها اعرف تقول واقسم بالله، اول ما تقول واقسم بالله اعرف ان هي ايه بدأت تأكل البيت. فيبقى كل ده الفيدنج سيتويشن لازم اشوفه. نوع الام، هل الام دي فعلا بترحم هذا الولد وتستجيب لي ولا لا. وخلي بالك ان في ثلاث حاجات بتعملهم الامهات عندنا وبيعتبروهم تشايلد ابيوز. بيقولك لو الام دي شالت حاجة عن ابنها زي اللي تقولك انا شايلة الالبان عشان صدره بيتعب يبقى ده ابيوز. لو الام اصرت تديله اكل معين، تجيب له دبس الرمان ودبس التمر وتروح اشراف زوره كده والولد يكح ويرجع يبقى ده ابيوز. لو الام ما استجابتش لنصيحة الدكتور يبقى ده ابيوز. هعدي الحاجات بسرعة باقي لي خمس دقايق. خلي بالك وانت بتقيس الحاجات بتاعته لازم تقيس على ميزان محترم، بلاش الكمترية وتقعد تحزق وتعمل مع الطفل. لازم وانت بتقيس الطول على استديو ميتر او الميجرنج مات وتعمل ليتل بريشر عني وتبقى عارف قبل سنتين بقيس اللينس، بعد سنتين بقيس الهايت هيت سيركمفرنس، باخد نص المسافة بتوين الايبر فيري سنسيتيف بارامتر الميد ابر ارم سيركمفرنس. وبدات شركات توزع له فيري سنسيتيف، لسه عاملين عليه رساله في الاورام من الحاجات اللي فيري سنسيتيف ماركرز تشخص لي المال نوتريشن وتنفعني في الفولو اب والترايسبس سكين فولد سيكنس. وتبدا تحطه بقى يا اما على السوفت وير زي ما الدكتور وائل وراكم السوفت وير، وبرده في بتاع الدبليو اتش او وفي بتاع البي دي تولز، كل ده يساعدك. طب ما فيش سوفت وير، تروح حاطه على تشارت. التشارت حاجتين، يا اما بالبرسنتايل بس اللي وقع تحت السرد ما شخصتش انه مايلد ولا مودريت ولا سيفير، كل اللي استفدته ان هي تحت السرد. فده اللي ادى ان بدل البرسنتايل طلع الذات سكور تشارتس. الذات سكور ماينس 1 مقابل لل 15th برسنتايل، ماينس 2 مقابل للثيرد برسنتايل. وقع تحت ماينس 2 يبقى ساعتها يدخل على الذات سكور تشارتس بحيث ان انا اشخص الديجري اوف مال نيوتريشن. تخلي بالك من الستيتمنت المهمة، السنجل بيست بارامتر اللي تشخص بيه اندر نيوتريشن هو الويت فور هايت. لحد سن كام؟ لحد سن 5 سنين. ممكن تستخدم البودي ماس اندكس من سن كام؟ من فوق سن سنتين، مش مسموح لتحت سن سنتين، ودي قلنا عليها بتاعت الذات سكور والدكتور وائل قال عليها. يبقى في النهاية مطلوبة شخص ان ده مايلد ولا مودريت ولا سيفير. طب استفدت ايه؟ قال لك سيفير ليه ثلاثة كاركترز، يا اما يكون اقل من ماينس 3 ذات سكور، يا اما يكون الميد ابر ارم سيركمفرنس في اي وقت من 6 شهور لحد 5 سنين اقل من 11.5، يا اما يكون في اديمة. لقيت واحدة من الثلاثة دول يبقى ده سيفير مال نوتريشن. فادتني في ايه؟ فادتني ان فيري هاي مورتاليتي لهذا الشخص وموربيديتي، وتقول لي خلي بالك تبقى مصيبة سودة لو دخلت غزيته بقوة لان ده هيموت من مرض شهير اسمه ايه؟ ريفيدنج سندروم. يبقى لو تدخلت جامد هيموت، ولو سبته هيموت، فده لازم يتحط في اي سي يو تبقى عينك عليه. مايلد ومودريت اللي هم اقل من ماينس 2 ذات سكور وما يكونش موجود معايا اديمة. طب اعمل ايه مع العيال دول في الدقيقتين الجايين؟ مايلد ومودريت، استاذتنا الدكتورة مها اتفضلي يا فندم، ده سعادتك تشير بيرسون استاذ الدكتوره مها ابو ذكري وانا سايب كرسي بتاعي لحضرتك اهو. فمايلد ومودريت، لو عندي مايلد ومودريت لازم اتدخل بالثلاث اسلحه دول، لازم اتدخل بالبيهيفيرال، ولازم اتدخل بالنيوتريشن، ولازم اتدخل بالانفايرومنت. بيهيفيرال هعمل ايه؟ عايزكم تصوروهم، مش اقدر اقولهم كلهم. ما تسيبش الولد طول النهار يرعى وياكل، لازم تنظم له اكلاته، ثلاث اكلات وتوتو ثري سناكس. لو الولد انفانت تركز على الرضاعه، لو الكبير تركز على الاكل شويه.
بين الاكلات ما تديلوش غير المية عشان تسمح له ان هو يشعر بالجوع حبتين. وقت الاكل ما يبقاش ساعتين ثلاثة، لازم يبقى 20 لـ30 دقيقة. ما تعملش ديستراكشن وتشغل الموبايل وتشغل التلفزيون عشان ياكل. نيوتريشنال، تزود الدينستي بتاعت الملك اللي بتديه، بدل ما بتديله 67 كيكال في 100 ملي اديله 100 كيكال في 100 ملي. زي ما قلنا لو صغير فورمولا لازم اديله كالوريك دينس نايت، لازم ادي سمول بورشنز وابدا ازودها بالتدريج. لازم ابدا بالسوليد الاول وبعدين اديله الووتر، مش هسقيه العصير او البتاع ده الاول. لازم ما امسحلوش بقه غير لما يخلص اكل تماما. الانفايرومنتال، لازم الام الاتموسفير، لازم جو الاكل ده يبقى جو من الحب زي اللي بيعمله الدكتور وائل كده، بص تلاقيه يحب المنصه ويكلم المنصه. وانت سبيكر تطحن بس ما يهمش، اتفضل، احنا اهم حاجه الحب. تاني حاجه ان مفيش جيمز ولا الحاجات دي تبقى موجوده. هخلص بسرعه. طب الولد ده سيفير، قال لي خلي بالك في مرحلتين. ستابيلايزيشن الاسبوع الاولاني اللي الطين عيشه النايب لو زاد جرام واحد، مش عايزه يزيد، عايزه يعيش، ده سيفير مالنوتريشن، ده لو غذيته هيموت من الريفيدنج. فاسبوع الاولاني ثبت لي الواد ده خليه يعيش، بعد كده ريهابيليتيشن هي اللي بزوده في الوزن. تعمل ايه في الاسبوع الاولاني؟ قال لي ثلاث حاجات هيموتوه: هايبوغلايسيميا، هايبوثيرميا، ديهايدريشن، تصلحهم في 48 ساعه. انفكشن لازم تقضي عليه في الاسبوع الاولاني. الكترولايتس اوعى تصلحها، لان لو صلحت الهايبو هيدخل في هايبر. اوعى تفكر تديله ايرن لان هيدخل منك في ريفيدنج سندروم. تخلي بالك اوعى يزيد في الوزن في الاسبوع الاولاني، والزياده تبقى بعد الاسبوع الاولاني زي ما موجود كده. ودي خصائص الريفيدنج سندروم والكوشس فيدنج. عشان ما يحصلش ريفيدنج يبقى تديله 100 كيكال بير كي جي. اوعى تزود الفوليوم عن 130 ملي بير كي جي. اوعى تزود البروتين عن 1.5 جرام بير كي جي. تديله سمول فريكوانت ميلز. ولاد بياخد بريست فيدنج اوعى تعتمد عليه لوحده، لان هو اللي دخله في المال نيوتريشن. وصلنا للهوم مسج بتاعه الاسبن. قيس البارامتر. خلي بالك مال نيوتريشن يا اما نون إلنس ريليتد يا اما إلنس ريليتد. نون إلنس ريليتد كل مشكلتك في الديكريز انتيك وتصلحه، لكن خلي بالك لو في إلنس تبقى عارف ان عندك منظومه بتخسس هذا الولد. ديكريز انتيك بيخسسه، هايبر كاتابوليك ستيت بتخسسه، decreasing the response and absorption of various nutrients بيخسسه. كل decrease intake والincrease requirements هتدخلك في كل رصة هذه الcomplications. واوعى تنسى الstatement بتاعت WHO اللي افاد malnutrition في اول سنين من العمر. تذكر دايما ان good nutrition in the first 1000 day of life starting from the first day of pregnancy till the second child birthday is the actual foundation. هي طاقة القدر. For all days that follow. And thank you. أقدم أختي العزيزة.